صباح الخير لكل المشاهدين ومستمعين برنامج هلا بحرين. طبعا في فقرتنا الاسبوعيه هذه نتكلم كل مره عن امور تخص تنزيل الوزن، زياره الوزن، بناء الاجسام. موضوعنا اليوم ان شاء الله راح يبتدي مع زياره الوزن. الناس النحيفين، الضعاف اللي يبون يزيدون وزنهم، راح نعلمهم الطريقه الصحيحه. راح نتكلم طبعا نقسمها على 3 أسابيع ان شاء الله، من هذا الاسبوع الاسبوع الجاي واللي بعد نتكلم عن هذا الموضوع. بس قبل ما نتكلم اليوم راح نروح حق تقرير، من خلاله راح يكلمنا الاستاذ او الكابتن اسلام احمد عن تمرين لعضله الاكتاف، شلون تمرنها بالطريقه الصحيحه وشلون نبتعد عن التمرين الخاطئ. نشوفه وراجعين. صباح الخير، اهلا بكم في برنامج هلا بحرين. في الفقره الرياضيه اللي متعودين فيها كل اسبوع نعرض لحضراتكم الاخطاء اللي بنتعرض ليها في كل عضله. معاكم الكابتن اسلام احمد والكابتن هاني سعيد. هنبدأ دلوقتي عضلة الأكتاف، عضلة مهمة جدا لكن فيها مشاكل كتير. أول حاجة هنبدأها بالعضلة دي، أكبر مشكلة فيها وهي الأكتاف الخلفي. الأكتاف الخلفي دي كان فيها مشاكل كتير بين المدربين إن هي غلط وبتعمل إصابات كتير وما بتأثرش على العضلة الخلفية بصورة فعالة. وحسم الموقف ده الاتحاد الدولي إن هو لغاه. والكابتن دلوقتي هيوصف لنا إزاي الأكتاف الخلفي بتتلعب عشان نعرف إن هي دي اللي ممنوعة. البار بينزل خلف الرأس. في عندي في الظهر حاجه اسمها فقرات عنقيه اللي هي متصله بالرقبه، دي بيحصل عليها ضرر من الاوزان واللعب بالبار الخلفي كده. طبعا في تطور عضلي ممكن يحصل لكن في ضرر كبير ممكن يحصل على الفقرات العنقيه. دلوقتي حضراتكم هنشرح الكتف الامامي بالتمرين الخطا اللي بنلعب بيه. أول حاجة الكوتش بيعملها هنا إنه فتح إيده للآخر. تاني حاجة الكوتش بيعملها هنا إنه بيطلع بدراعه لفوق للآخر، ودي نفس المشكلة بتاعة الصدر. وهنا الكوتش بينزل للآخر ودي برضه بتعمل مشكلة في عضلة المفصل، مفصل الكوع هنا. أوكي يا كوتش. اللي إحنا عملناه دلوقتي ده ممكن يوصل لتطور عضلي مناسب، لكن السلامة الصحية بتاعته ضعيفة جدا، لأن عندي المفصل الكوع فيه مشكلة بتحصل ومفصل الأكتاف فيه مشكلة بتحصل. طبعا موضوع الظهر نفس المشكلة اللي كانت بتحصل معانا في الصدر، إن الظهر بيبقى محني مش 90 درجة مع الكرسي. هنبدأ دلوقتي التمرين الصحيح، الكوتش هيشرحه لنا. اتفضل. الكابتن هنا بينزل لحد مستوى الدقن وضمم الكوع بالمسافه المناسبه وبيطلع مش فارد دراعه للاخر، نفس المشكله الاولانيه. وثالث حاجه عندنا ولا رابع حاجه الظهر مظبوط مع الكرسي، وهو ده التمرين اللي نتمنى كلنا نلعبه عشان نوصل للسلامه الصحيه اللي عايزينها والتطور العضلي المطلوب. دائما اللي يعني متساعد معنا دائما في تصوير هذه الفقرات في جيم بلو شارك في الرفاع. اليوم موضوعنا صراحه ضربني انا في الوتر، لان نتكلم عن ناس الضعاف وشلون هم يزيدون من اوزانهم. اليوم طبعا معاي الكابتن عبد الله الذواد اللي دائما منورنا في استوديو هلا بحرين. صباح الخير، حياك الله كابتن. صباح الخير، يا هلا فيك. أهلا كابتن. اليوم موضوع صراحه صدق ضربتني في الوتر، يعني تعرف الواحد الضعيف دائما يفكر شلون يبني وزنه، بسرعه يحرق جسمه، يعني في يعني عواقب اتوقع شوي صعب من عمليه الزياده عند الشخص النحيف. في البدايه نبي نعرف المشاهد المستمع من هم الناس النحيفون يعني بشكل عام. هي المشكله يمكن حتى الجمهور ينتقدنا شوي ليش نتكلم عن الناس النحيفين بينما المشكله الشائعه هي مشكله السمنه. صح. بس مثل ما في ناس عندهم اوزان زايده، في ناس عندهم حتى اوزان نازله عن المعدلات الصحيه اللي المفروض يكونون عليها ومسببت لهم حتى مشاكل. في هذه الموضوع يعني هو بيكون احسن ان نتطرق لشغله معينه. أي. في سنه 1940 في دكتور اسمه ويليام شيلدن قام وصنف انواع الاجسام من حيث البنيات. أوكي. صنفهم الى ثلاثه انواع.
هذه طبعا الثلاثة انواع تكون لها خلفية جينية اوكي ادت اليك لان يكون اشكالها بهالطريقة او أوكي. ان تكون نحيفة كلش او سمينة او معضلة او حتى في نفس الوقت اللي تصرفاتهم او حتى سلوكياتهم من ناحية البعد النفسي. فاذا تكلمنا على ثلاثة انواع هذه بيكون عندنا مثل ما تقول رؤية اكبر وواضحة ان ليش في عندنا ناس نحيفين، ليش في عندنا ناس بالسهولة تزيد اوزانهم. صح. فهو الدكتور ويليام صنفها الى ثلاثة انواع من الاجسام اللي هم الاندومورفز، وانا واحد منهم اوكي. اللي هم يكونون عادة بدينين بالطبيعة، تزيد اوزانهم من الكتلة الشحمية بطريقة وايد سهلة، وفي نفس الوقت يكونون لهم هيكل كبير، يعني يكونون يعني لهم عرض، لهم حجم كبير، وهم صغار كأطفال يبينون اكبر من مثلا اللي يكونون معاهم في نفس السن. بلى. عندهم سهوله انهم يرفعون حجم العضلات، بس عندهم جدا صعوبه انهم ينزلون الدهون، الوزن الشحمي. في عندنا النوعيه الثانيه اللي يسمونها الميزومورفز، اللي هم المعضلين بالطبيعه، ذلين طبعا يكونون موهوبين اكثر، gifted نقول، يعني عندهم صح. مثل ما من الله كذي تشوفه بالضبط، جسم حلو، عندهم هدية من الله، عندهم جينات جدا قوية، لذلك إنهم يكونون يعني اختيار موفق جدا لما يكونون في رياضات تنافسية بشكل عام، وحتى مثلا رياضات مثلا متعلقة بالحجم العضلي مثل كمال الأجسام. عادة قامتهم تكون متوسطة، عندهم حجم عضلي كبير، لهم القدرة إنهم يرفعون أوزانهم من الحجم العضلي الصافي، يعني ما يكون عندهم زيادة في الشحوم، ويكونون أكتيف وعندهم شوي أجريسيفنس ووايد وايد أقوياء. النوع الثالث اللي هو مختص بهالحلقة اللي يسمونهم الإكتومورفز. أيوة أنا واحد منهم. وأنت ما أدري، يعني إحنا بنشوف الحين إذا أنت واحد منهم ولا لا. أوكي. الإكتومورفز يتميزون إن عندهم معدل حرق حق سعرات حرارية جدا عالي، يعني they have super metabolic rate، بطريقة إن هم حتى من خلال أكلهم ما يقدرون يغطون احتياجاتهم، وبالتالي يكونون يعني هزيلين أو يكونون أندر ويت، يعني وهذا الشيء إحنا ما نشوفه وايد، بس إحنا مثل ما نقول اللي هو الشخص يأكل أكل الشر والبشر وما ولا يمتن. صح. فهذا لين هم الإكتومورفز يكونون عادة طوال، تكون مثلا أطرافهم شوية ضعيفة، يجدون صعوبة وايد كبيرة حتى لو يرفعون سعراتهم الحرارية إن يزيدون في أوزانهم. فالنحيفين بالطبيعة أو من خلال الجينات يسمونهم إكتومورفز. أوكي. فهذه هو تعريفهم بشكل مختصر. حلو. أنا عندي صديق اليوم يقول لي أنت مو بإكتومورف، أنت سوبر إكتومورف وايد ضعيف. طيب الحين أنا إذا بعرف أنا إذا أنا إكتومورف أو لا، شلون أقدر أعرف؟ شلون أقدر أتأكد من هذه النقطة؟ شو يعني هي محمد، هي في النهاية في يعني هذه النوعية من الجادجمنت أو من الحكم كانت مبنية على أمور يعني ظاهرية، يعني بالشكل بالسلوك ممكن إحنا يعني نجاوب مجموعة من الأسئلة. نعم. ونحدد حتى الشخص إنه يكون إكتومورف، ميزومورف ولا إندومورف. بس إيش رأيك إحنا أنا أسألك 8 أسئلة ونشوف إذا أنت فعلًا إكتومورف ولا لا؟ يلا أنا جاهز، ما عندي شيء. سؤال الأول. أوكي. سؤال الأول، هل أطرافك تحسها طويلة؟ اي واي صراحه يدي احس شوي وتوصل. يعطيك العافيه. اوكي زين، هل تحس ان شكلك مستطيل يعني من فوق الى تحت؟ أي. صاير صح، يعني مثلا ما بالضبط. عندك في شيب مثلا، عرض مثلا معين وخصر صغير، يعني يكون سيده من فوق الى تحت؟ صح بالضبط. ممتاز. تحس ان روحك انت نحيف بالطبيعه؟ اي انا من ولدت بس هذاني ما تغير. بالضبط. ما تغير. لو اخذك الحين مثلا اخليك في مكان تحس ان انت بتقعد ولا بتكون نشيط تتحرك؟ اي اقعد. انا الوالد الحين من كثر ما تحكي واتحرك في البيت قذيتني وانا اتحرك وانا اسولف ماسك. فانت نشيط. اي ممتاز. اذا الناس يشوفونك هل يقولون لك محمد انت لازم تنزل وزن ولا لازم تزيد وزن؟ يبي لك تزيد وايد بعد مو بس شوي. وايد يقولون لي ذا الشيء. الحين انا اقول لك الحين اخذ الوسط، اخذ الصبع الوسطى والابهام، وحاول تحاوط فيهم المعصم مالك. اوكي اوكي، اذا تروي الكاميرا نشوف. ايوه لا الصبع الوسطي هذه الوسطى. اي نعم. اوكي بتلاحظ ان انت هل تقدر توصل؟ اي بالراحه، بعد في زياده، بعد في زياده. اوكي ممتاز. ممتاز. اوكي. هل تحس بالشبع سريعا مثلا اذا اعطيتك مثلا وجبه ممكن تشبع بسرعه؟ معوق، اذا اقعد لقمتين ثلاثة انا خلاص. يعني اكل شوي زياده، يعني شو اقول لك؟ ما يعني وات ايفر اي ايت ات جوز لايك ذس، عرفت؟ بسرعه ممتاز ينحرق، عرفت؟
زين الحين لو في ناس يشوفونك هل يقولون لك ان انت اصغر من سنك مثلا؟ ايه وايد. زين يعني انا اقول لك مبروك جاوبت على كل الأسئلة بنعم. أوكي. فانت يعني سوبر اكتومورف مثل ما قلت. اوكي. وانت تصنف من الاشخاص اللي يعانون او انهم عندهم مشكله في زياده الوزن حتى ممكن ان انت تشوفها يعني اذا مثلا توقف التمرين او ان تقلل عدد سعراتك يكون التغيير بسرعه لانك ما تقدر تقاوم معدل السعرات المتسارع اللي قاعد يقوم في جسمك. صح. فيعني دام انا سوبر اكتومورف زين انا الحين ابغى ازيد وزني. واي شخص الحين ضعيف قاعد تشوف يبي يزيد وزنه، شنو فكره زياده الوزن لهالاشخاص اللي نقدر نقول عنهم اكتموف؟ ممتاز. الحين زياده الوزن تجي من شغلتين، أي. يعني اما ازيد انا الوزن الشحمي او ازيد الوزن العضلي. في النهايه على اساس احقق واحد منهم، وطبعا انا افضل انه يكون الزياده عضليه ما تكون زياده شحميه. لازم يكون عدد السعرات الحراريه اللي يتناولها الشخص تقدر تقاوم معدل متسارع لاستهلاك السعرات الحراريه وقت الراحه والسعرات الحراريه اللي يستهلكها وقت التمرين والسعرات الحراريه اللي يستهلكها حتى للاستشفاء من التمرين والسعرات الحراريه اللي يستهلكها اللي يسمونها فود ثيرمال افكت اللي حتى وقته هو ما ياكل بعد يستهلك سعرات علشان يسوي بروسس او تمثيل حق هذا الاكل. حرق وايد بالضبط. ففي وايد عمليات صايره مثل ما تقول على الهاي سايد يعني صايره مثل ما تقول المعدل فيها وايد وايد مرتفع بطريقه انه ما تقدر تقاومها. الشغله الثانيه الالتزام بالتمارين المقاومه resistance training اللي هي في الغالب تكون تمارين الاوزان عشان احنا نحفز الجسم على يزيد من الكتله العضليه. يعني هذا الوزن اللي انا بحصله بيكون من كتله عضليه. صح. فلما تزيد الكتله العضليه بتزيد ساعتها لتخزين الجلايكوجين، بالتالي ممكن انها تيود كميه سكريات اكثر، تيود كميه ماء اكثر، فصير عندي زياده صحيه في الوزن من خلال العضلات. طبعا مثل ما قلنا قبل احنا اذا زادت العضلات بيزيد معدل استهلاك السعرات الحراريه بعد زياده كالوريات زياده وفوق الذي بعد زياده بالضبط على اساس ان انا احافظ على 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 هاي الكتله العضليه اللي بنيتها. عاده الناس يحسون بالحسد من الاكتومورفز لان هم يعني عندهم قدره ان ينزلون الشحم بطريقه سريعه بسهوله وما عندهم اي مشكله وما يمتنون، يعني حتى لو بياكلون كميات وايد فما يمتنون. فذي انجوي ذم سيلفز مع كل انواع اصناف الاكل ويتمرنون، وعاده لما يطلعون عضلين يطلعون عضلين بطريقه جدا حلوه. صح. يعني لان نسبه الدهون تكون جدا قليله. بالضبط. فهل صدق ان الواحد اذا كان اكتومورف لان يحاول يبني جسمه راح يكون اسهل من ان الشخص اللي مثلا اندومورف ينزل بعدين يحاول مثلا ثانيه يفصل؟ ولا هو الاكتومورف عنده صعوبه بشكل عام في زياده وزنه سواء كانت عضليه او شحميه، لان حتى انت العمليه البنائيه كعضلات تحتاج لإكسترا كالوريز، بس هاي الإكسترا كالوريز هو ما عنده لأنه هو قاعد يحرقهم أوردي. يعني جسمه كمعدل ماله وايد مرتفع، يعني مثل ما تقول واحد يسوي عملية ب 500 كالوري هو يسويه ب 1000 كالوري. صح. فهو قاعد يصرف بالزيادة، فبالتالي ما يلحق مع هذه الريت الجدا عالي. فذاتس واي يعني لازم يحتاج تو اوفركم انه يثبط من من من, من هذه الايفكت المتسارع لاستهلاك السعرات. يعني نقدر نقول هو مثل السياره مثلا في 12 12 سلندر وسياره مثلا 6 سلندر، الاكتومورف هو قاعد يحرق كنا سياره 12 سلندر. بالضبط. والشخص الثاني لا ما قاعد يحرق كثر الاكتومورف، فيحتاج تعرف مثل ما نقول فيول اكثر ووقود اكثر. وظائفه بشكل عام تكلفه سعرات حراريه اكثر من غيره. صح. حتى لو الشخصين يقومون بنفس الوظيفه هو تكلفه اكثر سعرات. صح. حراريه. صح. طيب النصائح لهؤلاء يعني الفئه من الاجسام شنو نصيحتك لهم؟ هو في يعني انا اقول ثلاث نصائح رئيسيه. في البدايه لازم مثل ما قلنا في حلقه زياده الوزن نتاكد ان 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 الوزن اذا كان نازل بطريقه غير صحيه انه ما يكون بسبب مرضي او ما يكون مثلا ناتج عن ويستنج ديزيز، يعني مرض اللي هو ينزل وزن، او مثلا شخص يكون في فتره نقاهه لا سمح الله صايده مرض معين نزل وزنه بطريقه قويه، فهاي ما يصنف مثلا اكتومورف. هذه لانه بسبب المرض نزل وزنه، ممكن شوي شوي لما يتعافى يرجع مره ثانيه طبيعي. الشيء الثاني اختيار طبعا اخصائي التغذيه والمدرب المعتمد عشان يسوون شغلتين، يحددون الاكسترا كالوريز اللي هم يحتاجها هذا الشخص. اوكي. يحاولون ينظمون اكله بحيث انهم ياخذ اكلات عاليه في السعرات الحراريه في نفس الوقت ما تحسسه بالشبع سهله الهضم، والمدرب يقوم يختار له يعني برنامج تدريبي يساعده على شان يزيد الكتله العضليه بالطريقه التدريجيه، لان عاده ما يكونون الاكتومورفز يعني تكون اطرافهم
ضعيفه، يعني عظامهم حتى ضعيفه، فتحتاج مثلا تدرج معين وقت في التمرين عشان تزيد العضلات. صحيح. في الخطوه او النصيحه الثالثه، مثل ما قلنا احنا ان زياده ان تنزيل وزن عمليه طويله، عمليه زياده الوزن يمكن تكون بعد اطول، لان تشمل على نمو العضلات. نمو العضلات عمليه معقده وطويله جدا، تحتاج صبر، تحتاج كونسستنسي، لازم الواحد يحافظ على انه يسوي الشيء لفتره كفايه على اساس يقدر يزيد وزنه من الكتله العضليه. صحيح. يعني في النهايه احنا كابتن عبد الله الذواد احنا شاكرين لك الف شكر، وراح نواصل حديث حول الاكتومورف او النحيفين ان شاء الله في الاسابيع القادمه ان شاء الله. شكرا لك. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. طبعا موضوعنا اليوم تكلمنا عن زياره الوزن الناس النحيفين نفسي، يعني شلون يزيدون وزنهم. راح الاسبوع الجاي ولا بعد راح نواصل الموضوع نفسه، خلكم معانا، احنا راح نروح فاصل وراجعين بفقرات برنامج هلا بحر.